أكدت وزيرة الثقافة ماليكا بن دودا منح مساعدات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب وباء كورونا، وكلفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإشراف عن هذه العملية وفق إجراءات ملائمة تتناسب مع الأوضاع الحالية حسب موقع فيسبوك لوزارة الثقافة. وعلى الفنانين المعنيين يضيف ذات الموقع توصيل البيانات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من يوم الأحد 5 أبريل 2020، وذلك بدون حضورهم إلى مقر المؤسسة، علما أن هذه البيانات تحتوي على الاسم، اللقب، تاريخ الازدياد، العنوان، رقم الهاتف ورقم بطاقة الانتساب للديوان. إخوتي الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات. أشرفت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر على عملية واسعة للتكفل بالأشخاص بدون مأوى عبر مدينة الجزائر، وحسب بيان وزارة التضامن فقد تم إيواء الأشخاص على مستوى المرافق التابعة لمؤسسة مكتب التضامن الاجتماعي وبيوت شباب متواجدة ببلدية دال إبراهيم، والتي تم تجهيزها لهذا الغرض بكافة المستلزمات للتكفل بهذه الفئة.